السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. إذا في هذا الفيديو القصير إن شاء الله سنرى كيف تبدو النسخة المميزة المدفوعة من تطبيق فولف. أول شيء، ما هو تطبيق فولف؟ تطبيق فولف يمكن اختصاره بأنه تيك توك للأخبار النصية المكتوبة، تمام؟ يعني كأنك تستخدم تيك توك لكن من ناحية الأخبار، وهذه الأخبار يمكن قراءتها في 9 ثواني فقط، وهذا شيء جيد وأنا أنصح به الجميع، بسبب أنه حتى لو كان إنجليزي هو تدريب ممتاز جدا على اللغة الإنجليزية. الشيء آخر هو أنك عندما تتدرب على اللغة الإنجليزية تكسب أيضا ما الذي يحدث في العالم. إذا فولف كما ترى في صفحة هبوطه، هنا نحن نرى صفحة هبوطه، أخبار يمكن قراءتها في 9 ثواني فقط، مخصصة للأفراد الذين لديهم أداء عالي. طيب، كما طبعا هو مدعوم من سناب والشركات هذه اللي أنت شايفها، تمام؟ يعني أعتقد أنه تحضنه وترعاه شركة سناب بالأساس. فإذا الناس الأذكياء غسلوا أيديهم بالديتول من الشبكات الاجتماعية، يعني لا يهتمون كثيرا بالشبكات الاجتماعية، بل هم يستخدمون فولف. وبالفعل يعني إن أنت أردت أن تعرف آخر يعني المستجدات دون أن تتلوث بوحل ومستنقعات الشبكات الاجتماعية، فهذا يعني تطبيق ممتاز جدا، حتى في نسخته المجانية على فكرة، تمام؟ لذلك سأضع رابط إحالة أسفل وصف هذا الفيديو فعليك به. طيب، إذا تلقى أخبار غير سيد الانتشار ذات أهمية أو مثيرة للاهتمام ومهمة، محتوى مهم في مقالات ذرية صغيرة جدا تقرأ في 9 ثواني، والأفضل أن تتصفح من الهاتف. راح نشوف في الهاتف كما ترى، يعني طبعا أيضا الآن فتحوا الباب للكتاب أنهم ينشرون على منصتهم، هذا حدث مؤخرا فقط ولم يكونوا يعني يتيحون ذلك من قبل، يعني أنا مشترك عندهم من فترة من الزمن. أيضا لمن يحب النشاط البريدي عندهم نشرة اسمها فولف كونسيرج، وهي ترسل لك يعني أعداد فيها ما فاتك من التطبيق إن كنت لا تريد استخدام التطبيقات بصفة عامة. فإذا هذه أنا أعتبرها نشرة ممتازة لأني مشترك فيها أساسا من فترة طويلة جدا، تقريبا يعني من اللي أطلقوها أصلا، يعني إنهم أطلقوها بعد التطبيق، تمام؟ فهي تلملم لك الأخبار والترندات وما يجب أن تعرفه في شتى المجالات، فأنصح بها أيضا. فإذا كما ترى أنه في إضافة إلى المقالات 9 ثواني التي سنراها، وآخر الهبات والترندات، وأيضا يعني نقاشات غير سيد انتشار التي تحدث في تويتر و تيك توك، أو خلينا نقول طبعا أنه الحيل للانتشار في، أو طبعا تغطية، وفي نفس الوقت إذا في أي حيل تسويقية معينة تريد أو ينبغي أن تعرفها سيذكرونها أيضا، والأخبار العاجلة وفيديوهات يوتيوب ومقتطفات من البودكاست، تمام؟ طيب، طبعا عندهم 60,000، يعني فاتوك بالفعل زي ما يقولون هنا، لكي يخلقوا في نفسك الخوف من تفويت الأشياء، الفومو، fear of missing out. إذا تثقف بشكل رهيب جدا، طبعا هذه كلمة كبيرة، تمام؟ بالإنجليزية اختصار حرف وكلمة، تمام؟ ف يعني اللي يعرف يعرفها يعني، فهي لا نستطيع قولها هنا. فإذا خلينا نقول يعني تثقف بصورة رهيبة جدا هائلة في 9 ثواني فقط. طيب، دون إطالة الآن، تمام، بأنه رأينا طبعا عندهم تقييمات عالية عن حق وإلى آخره. فإذا دعنا ندخل الآن إلى لحظة، راح أشارك الآن الهاتف، تمام، لحظات فقط، لأنه راح نشارك شاشة الهاتف مباشرة كي نرى النسخة المدفوعة من فولف، تمام. إن شاء الله الصوت يظهر، لأنه أيضا من مزايا، أعتقد أنه يظهر الآن، من مزايا هذا فولف كما ترون، تمام، الآن دخلنا له. إذا أنت أول ما تدخل كما ترى يمكنك الضغط على New Articles
الفوق تماما، تمام؟ فأنت عندما تضغط على مقالات جديدة على طول يعطيك المقالات الجديدة مباشرة، كما ترى هنا يمكنك القراءة هكذا بسرعة، لكن إن لم تكن تفضل القراءة يمكنك الضغط على listen وتستمع. Authorities investigate the death of a woman at Burning Man. A woman has died on the first day of this year's Burning Man Festival in Black Rock City, Nevada. Burning Man's emergency services responded to an unresponsive. طبعا إن لم تكن مهتم UN says Gaza aid operation paused due to فإذا evacuation order. كما ترى معي، عندما يعني تشغل الصوت وتنزل تحت، ولهذا هو شبهه بالتيك توك، إنه كما ترى يعني في أنك تمرر نحو الأعلى، تمام؟ فإذا إن أعجبت بهذا الخبر أو لديك اهتمام به، ستعمل له حفظ أو يمكن مشاركته مع صديق، تمام؟ أيضا في هاشتاج تحت، عندما تضغط هنا فسيأتي لك خلينا نقول خط الزمن للأحداث، فتأخذ نظرة شاملة كما ترى معي الآن. ها، تمام، شفت؟ تشوف معي الآن نظرة شاملة للأحداث، وهذا ما يلخص لك كثير جدا من الأمور. يعني هكذا لما نمرر، تمام، هكذا تمرر، هكذا تمرر، هكذا تمرر. طيب الآن لو أنت لديك اهتمام معين بقطاع معين، فإذا تضغط هنا دعنا نرى. كما ترى هنا يعني هذه النسخة مميزة من فولف، يعني هنا تحت لما تضغط مثلا أنت تريد تحديثات مهمة جدا، أقعد ضغط عليها، أضغط عليها بشكل مستمر. شفت الفوق important updates، فإذا راح يجيك فقط الامبورتنت ابديتس هنا، يعني التحديثات المستجدات المهمه، تمام، زي ما شايف في هذا القسم. الان لما ترجع هنا ممكن، لا انت، انا لا اريد مثلا كورونا فيروس، خلاص راح يحذف كورونا فيروس لانه خلاص خلصنا كورونا فيروس الحمد لله رب العالمين. مثلا هذا جماعه الملولين لا اهتم لهم، فاذا انا مش مشغلهم يعني، فما ياتيني اساسا في الموجز الاخباري الذي انا فيه. كلايمت شينز، يعني التغير المناخي، حسب رؤيتك فيه هل هو حقيقي ام لا، أو مزيف حقيقي أو كذا. العلوم مهتم بها، الأزياء نوعا ما صراحة، تك تقنية يعني، اللايف ستايل. فإذا طبعا هذا موظفهم اثنين، أخبار عجيبة، تمام، أوكي، هذا مهم صراحة يعني، تمام، راح نضيفه. وهذه نظريات المغامرة، اثنين أضافوهم حديثا صراحة، تمام. فإذا مثلا لو أنت تريد ما نبض ثقافة الإنترنت، شفت هذا ثقافة الإنترنت، إنترنت كلتشر، اقعد ضغط عليها، يعني تضغط عليها فتدخل مباشره. قد تقول لي لكن هذا الخبر رايناه في امبورتنت ابديت، نعم، لانه الاخبار قد يكون لديها اكثر من تصنيف نوعا ما، تمام. لكن ممكن تنزل هنا، هذه ثقافه الانترنت، هذه ثقافه الانترنت، هذه ثقافه الانترنت، شفت كيف؟ فاذا انت يعني، خلينا مثلا ندخل الى العلوم، نضغط بشكل مستمر على العلوم، تمام. المفروض هذا ليس ضمن العلوم صراحة، تمام، ليس ضمن العلوم. لحظة، نعمل تحديث، تمام. إذا كما ترى ممكن ننزل تحت بصفة عامة، ثم لحظة كي نرى فقط تغير هذا، تمام، هذا ال 12 بايتس مثلا، زي ما حكينا انه في الخط الزمني، تمام، واللي يعطيك نظرة ممتازة جدا على الحدث، انه السياق مهم صراحة، هذه اعتبرها من اهم الميزات. إذن كما ترى لما نضغط هنا راح نلاقي انه الحمد لله، لانه انا مشترك من فترة طويلة صراحة عندهم في التطبيق، فكما ترون يعني انا مررت 16000 قول و200 أظن قطعة يعني صغيرة، قضمة معرفية صغيرة في 9 ثواني. فإذا خلينا نتأكد من مثلا لو نضغط على التيك، مفروض هنا لما يأتي التيك ما تطلع لي هذه صراحة، ممكن في خلل بسيط جدا في التطبيق، تمام. هذا ممكن أعتبره تيك، ممكن، لكن بصفة عامة حتى لو يعني كانت هذه مثلا، خلينا نشوف هذه،
أعتقد أن الأخبار الحديثة يكون عندها أولوية تمام ثم تتغير، لكن بصفة عامة حتى لو هذا مش مرتبين كما ترى يعني في الموجز، هنا يقول لي انتقي موجزك كوريت يور فيد فوق، فذلك صراحة يعني لا يقلل من قيمة التطبيق، لأنك أنت لما ترفع هيك مش راح تضيع وقت كبير جدا في معرفة أهم ما يدور في الإنترنت في الوقت الحالي. شفت هنا انستغرام على سبيل المثال، تضغط على انستغرام هذه كل الأخبار اللي تحت هاشتاج أو تحت تقسيم انستغرام تمام. مثلا فولف بايتس، طبعا أعتقد أنه لا تضغط هنا أوكي. هذا مثلا نشرة ممتازة جدا صراحة، هذه النشرة في سبستاك رائعة جدا صراحة، ممتازة للغاية. فأظن هم يلخصون، لأنه هذا مقالات هذا الرجل تيد اسمه طويلة جدا جدا جدا، ممكن أنا أحب قراءتها كلها يعني من الحرف الأول للأخير، إنه بارع في الكتابة، فأنصح بها بصفة عامة. هذا موقعه. طيب تمام. فإذا الآن اكتشفنا أنه ممكن لما نضغط هنا، لكن ليس في فول بايب بايتس عفوا، أنه راح نلاقي نلاقي ذلك القسم مثل ما رأينا في انستغرام وفي هونست بروكر النشرة عبر سبستاك التي نصحنا بها تمام. دعنا مثلا أيضا نستمع مرة أخرى، نعمل استماع لمن هو يسوق أو مشغول بشيء آخر. بسم الله، بشتغل لحظة بس الآن. Donald Trump whines about Fox News. Donald Trump took to Truth Social to complain about Iceland ice wall collapse kills one. A tourist died, two remain trapped, and one was injured after grizzly murder-suicide leaves five dead in NY. A murder-suicide on Long Island. أعتقد لما يكون في صوت أصلي في الفيديو نفسه فالصوت ضاع، أعتقد أنه يشتغل كما ترون، لكن Now that هنا مثلا Telegram's لما يكون CEO is arrested, نصي كله فراح يشتغل. should Musk be concerned? ملاحظة مهمة Retired let call Alexander. كما ترون. إذا هذا هو النسخة المدفوعة من فولف. زي ما حكينا أنه حتى لو كانت نسخة مجانية فهي تستحق التجربة، لأنه توفر عليك الكثير جدا. وهذا شخص أهبل على فكرة، لأن هذا إيلون ماسك، يعني قبل ما نختم لازم نقول فيه كلمة حق. إذا شكرا جزيلا، بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سلام.